طبعا الطموح حلو مفيش كلام، والجرائع حلوه برضو على راي عمنا الراحل الاستاذ محمود عبد العزيز، لكن الكلام ده يكون للدول العظمى اللي قدراتها تسمح بده، انما انت تروح ترمي مليارات عشان تقلد روسيا وتقلد امريكا وتقلد الصين يبقى انت مجنون او عندك حاجه مش مظبوطه. ده اللي عمله السيسي. يعني سمير فرج بيعترف ان السيسي لما راح روسيا شاف المركز هناك قال لهم طب وليه احنا ما يكونش عندنا؟ علي الطلاق ده نعمل واحد ازاي؟ طب دي روسيا، روسيا اللي بتاكل القمح للعالم لتلت العالم، دي روسيا. لا احنا ما مالناش دعوه، احنا نعمل زي ده. النهارده برضو افتتح مركز البيانات في العاصمه الاداريه اللي السيسي قال بعظمه لسانه انها اتكلفت مليارات الدولار. واحد هيسالني يقول لي والدنيا غاليه دي، اقول له السيسي وفي الغلا ده راح افتتح مركز البيانات وهو بيقول بنفسه انه تكلف مليارات الدولارات، وبيقول على نفسه برضو واحد قال لي عملتها ليه والدنيا غاليه. ما هو احنا ربنا يعني مسلطك علينا، ده انت طفحتنا الكوتة في رمضان لحد العيد، ده احنا ما كناش بنشوف غيرك على التلفزيون، ده انت جبت صفاء ابو السعود ذات 70 ربيعا وقعدت خليتها تغني قدامك، ده انت عملت فطار في رمضان، ده انت عملت سحور في العيد. يا عم انت بتتكلم، انت مش حاجه بتتكلم بقالك فتره بتتكلم، ما حاسس انك انت جاي من السعوديه كنت بقالك سنتين هناك؟ لا انت كنت ما كنت موجود. هو انت ازاي بتصدق نفسك؟ ازاي بتصدق نفسك؟ وبعدين معلش بقى، هو المركز ده احنا هناكل عليه ونشرب عليه ولا ايه؟ ليه بتطمنا انه هيتضرب بالقنابل كلها ولا هتاثر فيه؟ يعني ايوه اعمل ايه دلوقتي بقى؟ العيال العواطليه اشتغلت، البنات اللي على وش جواز اتجوزت، المرضى اتعالجوا، يعني ايه انا اعمل ايه دلوقتي لو اتضرب باي نوع من القنابل؟ انا مش عارف انت ازاي عديت بجد والله وعملت بطاقه. ايوه الكلام ده لمين؟ الكلام ده تروح تقول لروسيا، تقول لهم يا روسيا او لاسرائيل لو ضربتوا المركز ده بالقنابل، لكن الشعب ما عندوش رغيف اصلا. كلام مين اللي بتقوله ده؟ لو اتضرب بالقنابل يعني حضرتك صرفت مليارات الدولارات للمراكز الاستراتيجيه دي وحميتها من اي هجوم حتى لو نووي، حلو وممتاز، بس انا عندي سؤال رفيع قوي، هو انت بتعمل كل ده ليه؟ ليه؟ سامعك يا سيساوي ايها الوطني الاصيل اللي يقول لك بيعمل كده كله عشان مصر. احب افاجئك بقى ان مصر بقت للبيع صرف مليارات على كمبيوترات وباع البلد كلها. الراجل ده بص بقى معلم ونووي وبتاع، البلد للبيع. ده مش كلامي، ده كلام وكاله البلومبرج اللي عملت تقرير صادم بعنوان اكثر حزنا وهما، مصر للبيع، من يشتري مصر؟